الرئيس السيسي يؤكد أن مشروع ازدواج قناة السويس أسهم في زيادة دخل القناة وأعداد السفن العابرة للمجرى الملاحي. أوكرانيا تستعيد السيطرة على عدة بلدات قرب خاركيف، وروسيا تسيطر على بلدة مهمة في دونتسك. انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.3% في يوليو الماضي. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع ازدواج قناة السويس أسهم في زيادة دخل القناة وكذلك أعداد السفن العابرة للمجرى الملاحي. وفي كلمة له خلال افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس حققت إيرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا. اللي بيتعمل ده النهاردة، طب ده حركة المفروض ان في ركود عالمي بقى. طب ازاي النهارده ركود عالمي والسنه اللي فاتت ومع كورونا ولا ده، ودلوقتي حجم الدخل كده؟ لان في اعتبارات اخرى بتدرس، في هنا كيان جوه الهيئه بيدرس كل شيء بما فيه الرسوم اللي بتتحط والواقع العالمي وحركه التجاره، ومش بس كده، وتكلفه النقل عشان في الاخر يوري رسومنا كذا كذا. تاني بقول اللي بيعمل المشروع ده هي قناه السويس، يعني المليارات اللي بتصرف منين دلوقتي؟ الدوله، من دخل قناه السويس. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان هناك حملات مغرضه تستهدف التشكيك في الانجازات التي تم تحقيقها، داعيا اجهزه الدوله الى توضيح الحقائق لمواجهه حملات التشكيك المغرضه. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص كذلك على مصارحة المصريين بكل أمانة وصدق، حيث يتم تنفيذ كافة المشروعات بناء على دراسات علمية دقيقة. هل الدولة كانت محتاجة أنها تعمل ازدواج للقناة ولا لا؟ طب أنا هقول لكم، احنا ساعتها تقريبا بنتكلم في حوالي 68 مليار جنيه إذا كنت أنا فاكر، مش كده؟ اللي هو حصل فيهم اكتتاب للمصريين ونزلوا في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير كان المبلغ ده موجود معانا، وده اللي تم بيه يعني توفير التمويل اللازم للجزء ده. طيب، وحصل كلام كتير في الوقت دوت، واتقال يا ترى ده مطلوب يتعمل ولا مش مطلوب، الدوله بتعمل ايه، وتشكيك. وانا بذكر دي عشان الفرصة للي عايز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة وخفض روح معنوية شعبها، المثال قدامكم وواضح، مش محتاج ان احنا نفكر فيه كتير. انت بتتكلم في كان تقريبا دخلنا 4.85، مش كده؟ تمام يا فندم، بالكتير يعني. تمام. قبل القناة. تمام. النهاردة احنا بنتكلم في 5.5 و6 و7، ولسه لو انتوا جبتوا الرقم اللي اتدفع في الوقت دوت في عمل التوسعة ديت، هتجدوا ان الرقم ده احنا خدنا اكتر منه خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الدولة المصرية لم تعكس التكلفة الحقيقية للسلع والطاقة على المواطنين. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على توفير مخزونات للسلع لفترة لا تقل عن 6 أشهر، مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا بفضل بنيتها التحتية. أول حاجة احنا حريصين عليها إن احنا ما نعكس تسعير لا الطاقة ولا السلع بتمنى الحقيقة على الناس، وده الحكومة اشتغلت عليه، ويمكن حزمة إجراءات الحماية اللي اتعملت اللي احنا أعلنت عنها من أول هذا الشهر يمكن تكون داخلة في هذا الإطار. ثم طبعا المبادرات اللي موجودة لتوفير السلع دي في الأسواق بأسعار يعني تكون مش ما تشكلش عبء على الناس بشكل كبير.
يبقى توفير السلع اتوفرت، محاولة تقليل تكلفتها ما أمكن وتعكس الأسعار العالمية بنجري على ده عشان المواطن ما يعانيش أكتر من كده. أنا بقول الكلام ده عشان تبقوا عارفين إن إحنا يعني كمسؤولين حريصين على إن إحنا ما تبقاش الأمور الضغطة على الدنيا كلها وضغطة علينا كمان، إن إحنا نصدرها لكم بقدر الإمكان بقدر الإمكان. يهمني هنا أقول إيه، إحنا عندنا توفير للسلع الأساسية، كنا حريصين خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا من 2016 دكتور مصطفى وحتى الآن على إن إحنا يبقى عندنا ما يقرب من 6 شهور 5 6. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تلقت دعما من الأشقاء في دول الخليج ساهم في دعم الاقتصاد والتنمية والتغلب على التحديات. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار إلى عدم قدرة الدولة على تخطي الأزمات في تلك الفترة دون دعم الدول الشقيقة كالكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. عايز أتكلم على حاجة تانية اتعملت في الفترة دي كلنا لازم ننتبه لها وننتبه لها، لأنها لو ما كانتش اتعملت إحنا ما كناش هنكمل. وأنا بقولها لكم عشان إحنا كمصريين ننتبه لكل التفاصيل اللي بتتقال وما ننساهاش أبدا. اتعمل دعم لمصر من الأشقاء في الخليج للمشتقات البترولية وأموال سائلة. لو ما كانتش الأموال دي والدعم ده موجود الدولة دي ما كانتش هتكمل. وأنا لما بقول كده بعترف بفضل الناس. وخلال الافتتاحات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحل أزمة مستندات تحصيل البنوك خلال الفترة القادمة. وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة إنهاء الملف حتى تعود المواد المطلوبة من مستلزمات الإنتاج. أنا بقول كان في موضوع تاني كان خاص به برضو في الاقتصاد، هو موضوع المستندات بتاعة التحصيل بتاعة البنوك. وأرجو يا دكتور مصطفى أن احنا خلال يعني الفترة دي والقادمة نكون أنهينا هذا الموضوع حتى ترجع المواد المطلوبة كمستلزمات إنتاج. لأن احنا لما قلنا في وقت من الأوقات من سنتين ولا ثلاثة قلنا أن احنا بنستهدف أن احنا يبقى لينا فاتورة تصدير بمئة مليار دولار، احنا بنتحرك عليها وبنجري عليها. فعايزين نشجع الناس ما تبقاش الظروف اللي موجودة ديت سبب في ان احنا نعطل او نقلل من جهد المصانع اللي بتعمله. دي نقطة. النقطة التانية انا شايف ان انتم محتاجين تفكروا ان اخر الشهر ده تعملوا مؤتمر اقتصادي ونقعد كلنا نتكلم فيه ونجيب حتى يعني المتخصصين واللي هم ليهم رأي مخالف معانا نتكلم. انا عارف ان في حوار وطني موجود لكن مهم قوي، والحوار الوطني ده موجود والحوار ده محاور ويبقى فيها طبعا انا عارف ان فيها اقتصاد، لكن احنا كمان كدولة بنتكلم ومش بنتكلم وبس، كمان عشان مع المستثمرين مع رجال الصناعة مع ده مع ده يبقى فرصة ان احنا بنسمع بعضنا البعض وبنتكلم. فارجو ان احنا على نهاية الشهر ده كونوا نظمتوا هذا المؤتمر. We'll be right back.
أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح القرية الأولمبية وتدشين قطع بحرية جديدة لهيئة قناة السويس. هذا وانتقل الرئيس عبد الفتاح السيسي على متن أحد اليخوت التابعة لهيئة قناة السويس عبر المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، وذلك إلى موقع الاحتفالية. كما شهد الرئيس تدشين قاطرتي عزيمة واحد وعزيمة اثنين، واللتين تقومان بقطر القطع البحرية غير ذاتية الدفع داخل المجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى المعديات كرامة واحد وكرامة اثنين لخدمة حركة المواطنين والمركبات بالقطاع الشمالي للقناة، بالإضافة إلى المعديتين الأقصر واحد والأقصر اثنين. للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذه الافتتاحات اليوم بقناة السويس الجديدة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ربان محمد عبد السلام داود، نائب رئيس الأكاديمية العربية للشؤون البحرية. دكتور، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أولا أهلا وسهلا بالمشاهدين والقناة الفضائية. دكتور ربان، رسائل عديدة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحات اليوم، ما هي أهم الرسائل من وجهة نظر حضرتك والتي يمكن البناء عليها في زيادة الإنتاجية وفي عمل الكثير من الإنجازات في هذا الممر الملاحي والذي يمر من خلاله يعني ما يقرب من 12% من حجم التجارة العالمية؟ الحقيقة يعني قناة السويس زي ما احنا عارفين يعني من أهم المجرات السياحة في العالم، ويمكن شفنا لما حصل موضوع السفينة ايفر جيفن قد ايه اهتمام العالم كان بيها. زي ما النهارده شفنا في توسعات بتحصل في الجزء الجنوبي من القناة، دوت يواكب التطور اللي بيحصل في السفن، السفن كل شوية بتزيد تكبر، فلازم يقابلها على طول توسعات وتطوير. الحاجة الثانية النهارده برضه شفنا إنتاج وحدات بحرية بأيدي مصرية، ودي حاجة يعني نواة كويسة جدا. طبعا احنا عارفين لما بيبقى في صناعة في مصر معناها إن أنا بوفر النقد الأجنبي، وبنقل الخبرات ديت. طبعا شفنا من جميع الأنواع، شفنا قطارات وشفنا سفن إرشاد، شفنا يخت معدية، فده طبعا تنوع جامد جدا. وشفنا كمان يمكن تنويه ان في مشاركه من القطاع الخاص، يعني في حاجات في قناه السويس وفي حاجات من القطاع الخاص. الحاجه اللي كانت مهمه جدا برضو اللي هي موضوع الهيئة. احنا الحقيقه يمكن متاخرين كلنا جدا جدا في الموضوع ده. احنا بلد اصلا سياحي، وسياحه النقود دي من السياحات يعني بتدر نقد اجنبي، بتوفر فرص عمل، يعني فيها شغل كبير جدا وبتفيد اقتصاد البلد. فالنهارده لما نبدا نهتم بيها ده هيزود اولا دخل النقد الاجنبي، ده هيخلق فرص عمل برضه ثانيه. الحاجه الاهم كمان انه هيجلب سياحه ما كانتش بتيجي اصلا على بالطرق الثانيه، يعني في ناس بتبقى غاويه تيجي باليخوت بتاعتها وبعدين بتركن باليخت دوت، بتاخد منك تموين، بتاخد وقود، بتعمل اصلاحات. النهارده احنا شفنا من ضمن القطع البحريه يخت مصنع بايدي مصريه، فدي حاجه يعني نقله جديده الحقيقه. طب دكتور ربان، لو تحدثنا عن تاريخيه واهميه قناه السويس وما يقرب من 150 عام شهدت فيها قناه السويس عديد من الانجازات، وطبعا الانجازات المصريه شاهده على ما دار في هذه القناه والتي تعتبر هي الشريان الاهم على مستوى العالم، بالاضافه الى يعني قنوات اخرى على مستوى العالم. لو تحدثنا عن قناة السويس وتدشين العديد من القطع البحرية وأهمية التصنيع المحلي والاعتماد كذلك على الأيادي المصرية، ما الذي يمثله يعني هذا الإنجاز؟ أولا التوسعات اللي بتحصل دي رسالة للعالم إن قناة السويس بتواكب التطور اللي بيحصل معاهم في السفن. النهارده معظم السفن بتعدي من قناة السويس. الحاجة الثانية الازدواج اللي بيحصل دوت بيقلل وقت العبور، وده فايده لاصحاب السفن وبيقلل تكاليف نقل البضاعه. طبعا بيطلع في كل شويه طرق بديله لقناه السويس، لكن ما زالت قناه السويس اقصر الطرق واوفرها. ان انا لما حصل موضوع القناه الجديده والتكريك والحاجات دي، كان اللي بيحصل ان احنا بنأجر
كراكات من بره. النهارده مصر بتمتلك 2 كراكات من اكبر ما يمكن، اللي هي نميش وطنطاوي. ف والنهارده بقى بعمل كمان ازود هالقدرات دي بلانشات عشان تمونها. فالنهارده شفنا اللانشات دي موجوده في قطرات الصغيره، شفنا تنوع كبير جدا. ده معناها ان مصر بدات توطن صناعه بحريه، توطين الصناعه البحريه ده كان مهم جدا في الفتره دي في مصر. كل الشكر والتقدير الدكتور ربان محمد عبد السلام داود، نائب رئيس الاكاديميه العربيه للشؤون البحريه. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس شهدت على مدار أكثر من 150 عاما العديد من الإنجازات والتطورات المتلاحقة باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي يمر من خلالها أكثر من 12% من إجمالي حركة التجارة الدولية، فضلا عن وقوعها كشريان حيوي في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس. على مدار أكثر من 150 عاما شهدت قناة السويس العديد من الإنجازات والتطورات المتلاحقة باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي تمر من خلاله أكثر من 12% من إجمالي حركة التجارة الدولية، فضلا عن وقوعه كشريان حيوي في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. غير أن أهم التطورات التي شهدتها قناة السويس منذ تأميمها عام 1956 كان القرار الذي أصدرته سيادتكم بحفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلومتر لتحقق إنجازا تاريخيا يسمح للسفن باختصار زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، كما اتضحت ثماره المباشرة في تحقيق قناة السويس لزيادة متواصلة في الإيرادات وصولا لتحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها، وذلك في العام المالي المنقضي 21-22. تعد قناة السويس من أبرز القطاعات الهامة التي شهدت طفرة هائلة من التطوير والتحديث لأسطولها البحري والقادر على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للسفن العابرة. وإلى جانب مشروعات التحديث والتطوير، يجرى تزويد هيئة قناة السويس بوحدات جديدة لرفع قدرات الهيئة. شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية وممر ملاحي يعد الأقصر والأسرع والأكثر أمانا عالميا بسواعد وجهود المصريين، إنها قناة السويس التي تؤكد الدور المهم الذي تقدمه مصر لكافة دول العالم. تحقيق الاستدامة في كافة قطاعات الدولة يعد الهدف الرئيس والأبرز للقيادة السياسية من أجل استمرار النجاح والتطور، وهو الأمر الذي يتطلب التحديث المستمر. وتعد قناة السويس أحد القطاعات المهمة التي شهدت طفرة هائلة من التطوير والتحديث لأسطولها البحري القادر على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للسفن العابرة. يتميز الأسطول البحري لهيئة قناة السويس بالقوة والتنوع للمعاونة في عبور السفن، خاصة بعد انضمام الكراكتان الأكبر بالشرق الأوسط، هم الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي، حيث يسهمان في الحفاظ على أعماق القناة وتنفيذ المشروعات، ويبلغ طول الواحدة منهم أكثر من 147 متر وعرض 23 متر وعمق أكثر من 7 أمتار وغاطس أكبر من 5 أمتار، فضلاً عن 4 قاطرات جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية من طراز مصاحب بقوة شد 70 طن وبسرعة 13 عقدة. كما زودت قناة السويس أسطولها ب10 لانشات متطورة لاستخدامها في عمليات الإرشاد، وانضمت للقناة 3 وحدات جديدة لمكافحة التلوث البترولي مصنعة من الألم، وهي الوحدات الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط. تعد جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة واحدة من أهم الجهود لرفع التصنيف الملاحي لقناة السويس التي لا تدخر جهدا لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة والتعامل باحترافية مع أي أزمة طارئة، مثل ما حدث في جنوح سفينة الحاويات البنامية العملاقة إيفر جيفن من خلال إمكانياتها الذاتية بالاستعانة بكراكتين من أسطول كراكات الهيئة، وهما الكراكة مشهور والكراكة العابرة عاشر من رمضان، فضلا عن جنوح سفينة المواد البترولية التي كانت ترفع علم سنغافورة وتم إعادة إبحارها في وقت قياسي، لتؤكد قناة السويس قدرة الدولة على إدارة الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم.
تحرص هيئة قناة السويس على تعزيز قدرات أسطول القطع البحرية التابع لها من كركات وقاطرات ولنشات ومعديات وفق نهج علمي وجدول زمني محدد. يأتي ذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتلبية احتياجات العملاء ومتطلبات النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة. تعد القرية الأولمبية لقناة السويس مدينة رياضية متكاملة بمواصفات عالمية في موقع متميز بمحافظة الإسماعيلية، وتصل مساحتها إلى 350 ألف متر مربع، وتشمل العديد من المنشآت، وتضم كذلك تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حريصة على نجاح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا الصرح الحضاري الكبير. وأكد خلال زيارته لها أن
مدينة الفنون تضيف زخما ثقافيا وفنيا مميزا للمدينة، ويتم إدارة المدينة وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وذلك بالنظر لمكانتها المرموقة. كما تم وضع استراتيجية واضحة لها لاستقطاب الكفاءات والكوادر، وزار رئيس الوزراء عددا من المتاحف والمسارح ومراكز الإبداع وقاعات التدريب على الآلات الموسيقية المختلفة، وزار أيضا قاعة الموسيقى التي تعد أيقونة فنية تم تشييدها وفقا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، مشيدا بحجم الإنجاز الذي تحقق في هذا الصرح الحضري الكبير. انعقدت اليوم الجلسة النقاشية الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحت عنوان من التعهد إلى التنفيذ، تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية في أفريقيا، الذي تمتد فعاليته من 7 إلى 9 من سبتمبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الجلسة طالب عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الدول الأفريقية بتحديد احتياجاتها التمويلية المتعلقة بمشروعات التحول والصمود والتكيف مع المتغيرات المناخية، تمهيدا لبدء عمليات التنفيذ. للمزيد ينضم إلينا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من داخل مقر إقامة منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي. تحياتي لك رامي. تحياتي لك ولكل متابعينا داخل إحدى القاعات الكبرى الخاصة بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية وانطلاق ثاني أيام الفعاليات، وأيضا اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة في هذا المنتدى. نتحدث عن منتدى يشمل عدد كبير من الفعاليات، والتنوع بين هذه الفعاليات ما بين الجلسات النقاشية والموائد المستديرة وأيضا الورش التدريبية وورش العمل المختلفة التي يشارك فيها أطراف كبيرة ذات صلة بالعمل المناخي والاقتصادي وأيضا التنمية في إفريقيا والعالم أجمع. نتحدث اليوم عن عدد من الورش والجلسات النقاشية من بينها الابتكار من أجل العمل المناخي، وأيضا نتحدث عن الأمن الغذائي وورش أيضا خاصة بالعمل الزراعي، وأيضا من الورش والجلسة النقاشية الأولى والكبيرة والهامة هنا في اليوم الخاصة بالتحول والانتقال من التعهدات إلى أيضا محاور وآليات التنفيذ وأدوار الحكومة في هذه المحاور، محاور التنمية، محاور الاقتصاد، وأيضا مواجهة التغير المناخي. ونتحدث أيضا عن حضور ومشاركة كبيرة من عدد من الجهات الدولية ذات الصلة بالعمل المناخي والأمور الاقتصادية في أفريقيا، والتحول أيضا من فكرة الحديث عن التعهدات والحديث عن الحلول إلى التنفيذ وخلق فرص نحو أفريقيا في التقدم الاقتصادي، مواجهة التغير المناخي، أيضا الأمن الغذائي كان من القضايا الكبرى التي طرحت منذ الأمس وحتى اليوم من خلال الورش والجلسات النقاشية. نتحدث أيضا عن حضور كبير سواء من الدول الإفريقية ووزراء الاقتصاد والمالية وأيضا البيئة الأفارقة ودول العالم والحضور الأممي من قبل. شكرا جزيلا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من داخل مقر إقامة منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي. وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 464 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 162 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 49 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 111 طن. وأما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 705 قضايا، من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن و 82 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أن القوات الأوكرانية استعادت بلدات عدة من القوات الروسية في منطقة خاركيف الواقعة شمالي شرق أوكرانيا. وفي رسالته المصورة قال زيلانسكي أن القوات الأوكرانية تحقق العديد من النجاحات على أرض الواقع، وعاد العلم الأوكراني يرفرف فوق العديد من المدن التي تم إعادة السيطرة عليها.
що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 675 مليون دولار. هذا وأكد أوستن أن الدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء لأوكرانيا يعطي نتائج في ميدان المعركة، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في جنوب البلاد. قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين سيعلن عن تمويل عسكري أجنبي جديد بقيمة ملياري دولار إلى أوكرانيا. وأضاف أن هناك 18 دولة أخرى معارضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل تم إدراجها ضمن خطة التمويل. وقال المسؤول إن إدارة بايدن أبلغت الكونغرس الأمريكي بأنها تنوي إتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل دون تحديد الدول الأخرى أو تفاصيل المبلغ الذي سيذهب إلى أوكرانيا. أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بنجاح على بلدة مهمة في دونسك ودمرت مستودعا أوكرانيا كبيرا للوقود على الجبهة الجنوبية. يأتي ذلك فيما قالت أوكرانيا إنها كانت تدافع ضد الهجوم الروسي على الجبهة الشرقية وضربت عدة أهداف عسكرية روسية على الجبهة الجنوبية. وفي هذا الإطار قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة يومية في منطقة دونتسك الجبهة الشرقية، قال إن الهجوم الحالي للجيش الروسي يتقدم بسلاسة ويسيطر بشكل كامل على بلدة كوديما جنوب شرق باخموت. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو طلبت عقد اجتماع للمجلس اليوم الخميس بشأن مسألة إمداد الغرب لكييف بالأسلحة. وقال أن الاقتراح الروسي جاء لبحث التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين الناجم عن إمداد الدول الأجنبية بالأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا. يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل 10 سبتمبر في مباحثات مشتركة بمقر المستشارية بالعاصمة برلين. ذكر بيان الحكومة الألمانية أن المباحثات تشمل التحديات والسياسة الأوروبية في ظل تصاعد مستمر تشهده الأزمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية تسليم شحنات الغاز الروسي. كما يدرس الاتحاد تحديد سقف لأسعار المحروقات الروسية، فيما وصف الرئيس الروسي الأمر بأنه حماقة وهدد بوقف شحنات الغاز. جدير بالذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين كانت صرحت بوقت سابق بأنه على الدول الأعضاء في الكتلة الموافقة على تحديد سقف الأسعار من واردات الغاز الروسي. أعلنت روسيا أنها أمرت دبلوماسيا رومانيا بمغادرة البلاد ردا على طرد أحد دبلوماسييها من بوخارست. وتصنف موسكو رومانيا دولة غير صديقة بعدما فرضت عقوبات على روسيا إثر غزوها لأوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا العام تبادلت روسيا ودول الاتحاد الأوروبي طرد المئات من الدبلوماسيين على خلفية الغزو الذي انطلق في 24 من فبراير الماضي. في ألمانيا كشف المكتب الفيدرالي للإحصاء عن انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو كنتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وعدم اليقين الناجم عن الهجوم الروسي على أوكرانيا. هذا وقد تراجعت طلبيات التصنيع الجديدة بنسبة 1.1% في يوليو من الشهر السابق، وهو الانخفاض السادس على التوالي على أساس شهري، مع انخفاض الناتج الإجمالي في الصناعات الألمانية كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة 6.9% منذ فبراير الماضي.
تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس تجميد ارتفاع فواتير الكهرباء الاستهلاكية المرتفعة لمدة عامين، وستروج تراس لمصادر جديدة للطاقة في حزمة فائضة متوقعة قيمتها نحو 115 مليار دولار للحد من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا ركودا طويلا بسبب تضاعف فواتير الطاقة المنزلية بنسبة 4 مرات تقريبا. في تايلاند أظهرت بيانات رسمية تسارع نمو التضخم الاستهلاكي في أغسطس الماضي مسجلا أعلى مستوى له في 14 عام مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وكشفت وزارة التجارة التايلاندية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7.86% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو من عام 2008 وعلى أساس شهري. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5% عن الشهر السابق في أغسطس. أكد أعضاء الاحتياطي الأسترالي أن معدلات التضخم في أستراليا قد وصلت لأقصاها منذ التسعينات في يونيو الماضي لتبلغ 6.1% على أساس سنوي. وقد نتج هذا الارتفاع عن أسباب داخلة في أستراليا وأسباب أخرى خارج البلاد متعلقة بالاقتصاد العالمي. هذا وقال محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لو إن قرار رفع الفائدة لن يكون الأخير هذا العام على الأرجح، وتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات بناء على تقييم بيانات التضخم وسوق العمل. تواجه أستراليا العديد من المشاكل الاقتصادية، ومن أهمها مشكلة التضخم وتأثيرها على المواطنين في جميع نواحي الحياة، مما تسبب في ركود اقتصادي. فقد سجل معدل التضخم الأسترالي 6.1%، فيما تتوقع وزارة الخزانة أن يبلغ التضخم ذروته عند 7.75% في الربع الأخير من العام الجاري. وأفاد أعضاء الاحتياطي الأسترالي أن معدلات التضخم في أستراليا قد وصلت لأقصاها منذ التسعينات، وقد نتج هذا الارتفاع عن أسباب داخلية في أستراليا وأسباب أخرى خارج البلاد متعلقة بالاقتصاد العالمي. فأسباب ارتفاع التضخم الداخلية تشمل ضيق سوق العمل الأسترالي والقيود المفروضة على الإنتاج المحلي، فضلا عن الكوارث الطبيعية من الفيضانات والزلازل. وعلى الجهة الأخرى تشمل الأسباب الخارجية ضغوط جائحة كورونا وانعكاس الأزمات الجيوسياسية على أسعار السلع والخدمات وتحديدا الطاقة. وفي محاولة لكبح جماح التضخم، قام البنك المركزي الأسترالي برفع سعر الفائدة للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 7 سنوات عند 2.35%. وفي هذا الإطار أكد محافظ الاحتياط الفيدرالي فيليب لوي أن هناك المزيد من الزيادات القادمة في أسعار الفائدة ستتم في اجتماعات مجلس الإدارة الشهرية في محاولة لخفض التضخم إلى النطاق المستهدف من 3 إلى 2%. أعلن البيت الأبيض عن قيام كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بجولة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 25 حتى 29 من شهر سبتمبر الجاري. جاء ذلك للتأكيد على قوة تحالفات واشنطن مع طوكيو وسول. وأضاف أنه من المقرر أن تلتقي هاريس خلال جولتها إلى طوكيو وسول مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني في سلسلة من الاجتماعات لتأكيد التزام واشنطن الدائم بحرية وفتح منطقة المحيطين الهندي والهادئ والمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة في المنطقة وحول العالم. أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إطلاق تدريبات عسكرية عند مدينة بريست القريبة من الحدود البولندية وفي العاصمة مانسك ومنطقة فيتيبسك شمال شرق البلاد. وذكرت أن التدريبات المقرر لها أن تستمر حتى 14 سبتمبر ستحاكي تحرير أراض استولى عليها العدو لفترة مؤقتة واستعادة السيطرة على مناطق حدودية. وأشارت الوزارة إلى أن مستوى القوات والمعدات العسكرية المشاركة في التدريب لا تتطلب تقديم إخطار بموجب إرشادات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. قالت رئيسة تايوان تساي أنغ وان لمجموعة زائرة من المشرعين الأمريكيين إن تايوان واثقة من قدرتها على توقيع اتفاق تجاري عالي المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار جديد.
وكشفت واشنطن وتايبيا النقاب عن مبادرة الولايات المتحدة وتايوان بشأن تجارة القرن 21 في يونيو بعد أيام من استبعاد إدارة بايدن للجزيرة في خطتها الاقتصادية والتي تركز على آسيا. هذا وقد أوضحت تساي الوفد المشرع الأمريكي والمكون من الحزبين في اجتماع بالمكتب الرئاسي أن تايوان ستعمل مع الولايات المتحدة لإقامة علاقات تجارية واقتصادية أوثق. وقالت إنهم أعلنوا بالفعل أن المفاوضات في إطار المبادرة الأمريكية التايوانية بشأن تجارة القرن 21 ستبدأ قريبا. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد تنظيم استفتاءات حول الموضوعات التي سيناقشها المجلس الوطني لإعادة التأسيس CNR. وقال ماكرون أنه سيطلق مشاورات وطنية واسعة جدا اعتبارا من الأسبوع المقبل من خلال الإنترنت وعلى أرض الواقع، وذلك لوضع الفرنسيين ضمن الخيارات العظيمة للأمة. وتأتي هذه التصريحات في بيان مقتضب خلال افتتاح الاجتماع الأول لهذا المجلس في بلدة ماركو سويس بإقليم إيسون. عقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري بنطاق محافظة الشرقية، وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والمسؤولين. تناول الاجتماع استعراض إجراءات العمل بالمشروعات المستهدف تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية. تضمن المراحل التي تم الانتهاء من تنفيذها والمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة، وبحث المصاعب والعقبات التي تحول دون دفع وتيرة العمل ببعض المشروعات ومقترحات حلها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لاستكمال العمل بها وفقا للمعدلات الزمنية المخططة. هذا وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة حرص القوات المسلحة على المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة التي تؤثر بشكل مباشر في تحسين كافة الجوانب المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات وغيرها من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية. وحضر الاجتماع عدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري المختص بمتابعة المشروع. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة. هذا وقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. تكثف الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من حملاتها الأمنية المكبرة لضبط الجرائم التي تضر بالبيئة وغش السلع بكافة أنواعها. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 88 طن مشتقات بترولية و22 طن ونصف مخلفات مواد بلاستيكية و19 طن مواد غذائية، وضبط أكثر من 11 طن هياكل دواجن منتهية الصلاحية بمصنع لتصنيع منتجات الدواجن بالقليوبية. وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14 طن أعلاف حيوانية داخل شركة للأسمدة والمبيدات ومصنع ومحل أعلاف جميعها بدون ترخيص بالمنوفية. وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تمكنت الإدارة من ضبط 6 قضايا صرف مباشر وإلقاء مخلفات. وفي مجال حماية البيئة تم ضبط 5 قضايا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية بالمنوفية. واستمرارا لجهود الإدارة بنطاق مديرية أمن المنوفية، نجحت في ضبط 6 مصانع ومخزن جميعها بدون ترخيص لإنتاج وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية والمنظفات والجلود، بلغ إجمالي المضبوطات 145 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمطهرات ومنظفات صناعية مغشوشة ومقلدة، و31 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و2000 اسطوانة أكسوجين مجهولة المصدر، و8 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة، و1000 طن جلود مختلفة الأنواع مخالفة للاشتراطات البيئية. كما تمكنت الإدارة من ضبط 40 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر
بحوزة 3 أشخاص بالمنوفية يقومون بالإتجار في هذه الأسمدة بدون ترخيص. وبنطاق مديرية أمن الشرقية، نجحت الإدارة في ضبط 4 مصانع ومركز لتصنيع وتداول المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية ومواد كيماوية ومجزر دواجن جمعها غير مرخصة بإجمالي مضبوطات بلغت 71 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و132 طن ونصف مواد كيماوية مجهولة المصدر، و75 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجنة منسوب إنتاجها لشركات وهمية. تواصل القوافل الطبية المجانية أعمالها بتوقيع الكشف الطبي والفحص الطبي على أهالي وادي أبو حجاب التابع لمدينة طور سيناء، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوصول بالعلاج المجاني للكرة الأكثر احتياجا. وتتضمن القوافل 8 تخصصات طبية مختلفة، بالإضافة إلى عيادة لتنظيم الأسرة ومعمل للتحاليل وصيدلية لصرف الأدوية وبشكل مجاني. تسعى الدولة لتحقيق أعلى استفادة للدول الأفريقية من مؤتمر المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وتوجيه أنظار المجتمع الدولي لما تواجهه دول القارة الأفريقية من تحديات في مجالي المياه والمناخ. وفي ضوء تلك المساعي التقى وزير الري هاني سويلم رئيس الدورة 15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ألين ريتشارد لبحث سبل التعاون بين الجانبين. كما تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يستضيف المركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الموارد المائية والري سلسلة من الدورات التدريبية للمتدربين الأفارقة في مجال مكافحة الجفاف خلال العام القادم، ليصبح المركز الإقليمي للتدريب مقرا إقليميا للتدريب تحت مظلة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة قدمناها من التلفزيون المصري. لم يتبقى فيها سوى أن نذكر حضرتكم بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد أن مشروع ازدواج قناة السويس أسهم في زيادة دخل القناة وأعداد السفن العابرة للمجرى الملاحي. أوكرانيا تستعيد السيطرة على عدة بلدات قرب خاركيف، وروسيا تسيطر على بلدة مهمة في دونتاستك. انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.3% في يوليو الماضي. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. شكرا لكم ودمتم في أمان الله، إلى اللقاء.